المناطق هي المناطق العمارات ومناطق الفيلات والسكن الاقتصادي. بالنسبة للمشاريع السياحية الكبرى هما الإخوان داروها هكا بهذه العبارة الكبرى، والمقصود منها هو أنه باش ما يوقعش الخلط كما ذكرتوا دابا، حيت حتى المقاهي والفنادق تعتبر مشاريع سياحية. المشاريع السياحية الكبرى إلا بغيتوا تزيدوا تحدوها باش يكون عندها واحد مثلا عندها واحد مفهوم، يكون فيها مثلا اللي تتعدى 5 أو 6 أو 7 هكتارات وتحدوا لك الثمن اللي غادي تشوفوه يكون مناسب لهاد المشاريع. وشكرا.